بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس والثلاثون. الحمار والثور. يحكى أنه كان لرجل حمار وثور. يحكى فعل مضارع مبني للمجهول، أن حرف مشبه بالفعل، والهاء ضمير الشن، في محل نصب اسم أن. كان فعل ماض ناقص في محل رفع خبر أن. لرجل متعلق بمحذوف خبر كان، حمار اسم كان، وحرف عطف ثور معطوف على حمار. وكان الحمار في غاية الراحة لا يعمل شيئا. الواو حرف عطف، كان فعل ماض ناقص، الحمار اسم كان، في غاية متعلق بمحذوف خبر كان، وهو خبر أول، وغاية مضاف الراحة مضاف إليه، لا حرف نفي. يعمل فعل وفاعل، والجملة في محل نصب خبر ثان لكان، شيئا مفعول به. وأما الثور فكان يعمل بدون انقطاع. الواو حرف عطف، أما حرف شرط. الثور مبتدأ، الفاو حرف واقع في جواب الشرط. كان فعل ماض ناقص خبر المبتدأ، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. يعمل فعل وفاعل، والجملة في محل نصب خبر كان، بدون متعلق بيعمل، ودون مضاف انقطاع مضاف إليه. فذهب يوما إلى صاحبه الحمار وشكى إليه أمره، وطلب منه أن يرشده إلى طريقة يمكنه بها أن يخلص من هذه المشقة الشديدة. الفاء حرف عطف، ذهب فعل وفاعل، يوما ظرف زمان، إلى صاحب متعلق بذهب، وصاحب مضاف هي مضاف إليه. الحمار بدل من صاحبي. وحرف عطف، شكى فعل وفاعل، إليه متعلق بشكى، أمر مفعول به مضاف هو مضاف إليه. وحرف عطف، طلب فعل وفاعل، منه متعلق بطلب، أن حرف نصب، يرشد فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن، والفعل في محل نصب مفعول به لطلب، هو مفعول به، إلى طريقة متعلق بيرشد، يمكن فعل هو مفعول به بها متعلق بيمكن. والجملة الفعلية في محل جر نعت لطريقة، أن حرف نصب يخلص فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن، والفعل في محل رفع فاعل يمكن، من هذه متعلقا بيخلص، وهذه منعوت المشقة نعت، والمشقة منعوت الشديدة نعت. فقال له الحمار: الرأي لك يا صاحبي أن تتمارض ولا تأكل علفك في هذه الليلة. الفاء حرف عطف، قال فعل له متعلقان بقال، الحمار فاعل. الرأي مبتدأ منعوت، لك في محل رفع نعت، يا حرف نداء صاحب منادى مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. أن حرف نصب، تتمارض فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن، والفعل في محل رفع خبر المبتدأ. وحرف عطف، لا نافية، تأكل فعل وفاعل، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. علف مفعول به مضاف كمضاف إليه، في هذه متعلقا بتأكل، الليلة نعت. فإذا فعلت ذلك تركك صاحبنا غدا ولم يأخذك للحراسة فتستريح. الفاء حرف عطف، إذا اسم شرط مضاف وهو متعلق بالفعل ترك، فعلت فعل والتاء فاعل، والجملة في محل جر بالإضافة، ذلك مفعول به، ترك فعل كمفعول به، صاحب فاعل، مضاف نا مضاف إليه، غدا ظرف زمان. وحرف عطف، لم حرف جزم، يأخذ فعل وفاعل كمفعول به، للحراسة متعلقا بالفعل يأخذ. الفاء حرف عطف، تستريح فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن، والفعل
معطوف على الجملة التي قبلها. فقبل الثور نصيحة الحمار وعمل بإشارته. الفاء حرف عطف، قبل فعل، الثور فاعل، نصيحة مفعول به، مضاف الحمار مضاف إليه، وحرف عطف عمل فعل وفاعل، بإشارة متعلقا بعمل، وإشارة مضاف هي مضاف إليه. ولما كان الصباح حضر صاحبهما فرأى الثور لم يأكل علفه. الواو حرف عطف، لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بحضر، كان فعل ماض تام، الصباح فاعل، حضر فعل ماض، صاحب فاعل، مضاف هما مضاف إليه. الفاء حرف عطف، رأى فعل وفاعل، الثور مفعول به. لم حرف جزم، يأكل فعل مضارع مجزوم بلم، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب حالية. علف مفعول به مضاف هو مضاف إليه، فتركه وأخذ الحمار بدله وحرص عليه كل ذلك اليوم. الفاء حرف عطف، ترك فعل وفاعل، هو مفعول به، وحرف عطف أخذ فعل وفاعل، الحمار مفعول به، بدل ظرف مكان مضاف هو مضاف إليه، وحرف عطف حرص فعل وفاعل، عليه متعلقا بحرس، كل ظرف زمان مضاف ذلك مضاف إليه، اليوم نعت. فتعب الحمار كثيرا وندم على نصيحته للثور. الفاء حرف عطف، تعب فعل، الحمار فاعل، كثيرا نائب مفعول مطلق، التقدير فتعب الحمار تعبا كثيرا، أو تقول كثيرا نعت لمصدر محذوف. وندم، الواو حرف عطف، ندم فعل وفاعل، على نصيحة متعلقا بندم، ونصيحة مضاف هي مضاف إليه، ونصيحة منعوت للثور في محل جر نعت. ولما رجع عند المساء قال له الثور، كيف حالك يا أخي؟ فقال، بخير، غير أني سمعت اليوم صاحبنا يقول إذا استمر الثور على هذا الحال ولم يأكل علفه فلا بد من ذبحه لئلا أخسر ثمنه. وحرف عطف، لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بقال، رجع فعل وفاعل، والجملة في محل جر بالإضافة، عند ظرف زمان مضاف، المساء مضاف إليه، قال فعل له متعلقا بقال، الثور فاعل. كيف اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، حالك مبتدأ مؤخر، مضاف كمضاف إليه، يا حرف نداء أخي منادى، مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، التقدير يا أخا لي. الفاء حرف عطف، قال فعل وفاعل، ب حرف جر زائد، خير اسم مجرور لفظا، مرفوع محلا على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وتقديرها فقال أنا بخير، أي أنا خير. غير حرف استثناء مضاف، أن حرف مشبه بالفعل، والياء اسم أن، سمعت فعل والتاء فاعل، والجملة في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر مضاف إليه، اليوم ظرف زمان، صاحب مفعول به مضاف، نا مضاف إليه، يقول فعل وفاعل، والجملة في محل نصب جملة حالية. إذا اسم شرط مضاف وهو متعلق ب لا بد من ذبحه، استمر فعل، الثور فاعل، على هذا متعلقا باستمر، الحال نعت، وحرف عطف، لم حرف جزم، يأكل فعل مضارع مجزوم بلم، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، علف مفعول به مضاف هو مضاف إليه. الفاء رابطة، لا حرف لنفي الجنس، بد اسم لا وخبر لا محذوف، تقديره موجود، من ذبح متعلقا بموجود محذوف، وذبح مضاف هي مضاف إليه. لحرف جر، التقدير لأن لا، لحرف جر أن حرف نصب، لا حرف نفي، أخسر فعل مضارع منصوب بأن،
وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر باللام، والجار والمجر متعلق بلا بد. ثمن مفعول به مضاف هو مضاف إليه. فالرأي لك يا صاحبي الآن أن ترجع إلى عادتك وتأكل علفك لئلا يحل بك هذا البلاء العظيم. الفاء حرف عطف. الرأي مبتدأ منعوت لك في محل رفع نعت. يا حرف نداء صاحب منادى مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. الآن ظرف زمان. أن حرف نصب، ترجع فعل مضارع منصوب بأن، وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع خبر المبتدأ. إلى عادة متعلقا بترجع، وعادة مضاف كمضاف إليه. وحرف عطف تأكل معطوف على ترجع. علف مفعول به مضاف كمضاف إليه. لحرف جر التقدير لأن لا يحل. أن حرف نصب، لا حرف نفي. يحل فعل مضارع منصوب بأن، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلق بتأكل، بك متعلقا بيحل. هذا فاعل يحل. البلاء نعت لهذا، العظيم نعت للبلاء. فلما سمع الثور ما قال الحمار ظن أنه صادق في قوله وأنه ناسح له. الفاء حرف عطف. لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بظن. سمع فعل، الثور فاعل، والجملة في محل جر بالإضافة. ما اسم مفصول في محل نصب مفعول به. قال فعل، الحمار فاعل، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف. التقدير ما قاله الحمار. ظن فعل ماض من أفعال القلوب تنصب مفعولين، وفعله ضمير مستتر تقديره هو. أن حرف مشبه بالفعل، هو اسم أن صادق خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب سد مسد مفعولي ظن، في قول متعلقا بصادق، وقول مضاف هي مضاف إليه. وحرف عطف أنه ناسح له معطوف على أنه صادق في قوله. تقدم إعرابها. فقام في الحال وأخذ يأكل علفه. الفاء حرف عطف. قام فعل وفاعل، في الحال متعلقا بقام. وحرف عطف أخذ فعل ماض من أفعال الشروع، واسمها ضمير مستتر تقديره هو. يأكل فعل وفاعل، والجملة في محل نصب خبر أخذ. علف مفعول به مضاف هو مضاف إليه. ولما رأى الرجل عند الصباح أن علف الثور مأكول ظن أنه شفي من مرضه وأخذه للحراسة كعادته. الواو حرف عطف. لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بظن. رأى فعل، الرجل فاعل، عند ظرف زمان مضاف، الصباح مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق برأى. أن حرف مشبه بالفعل، علف اسم أن مضاف، الثور مضاف إليه، مأكول خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به لرأى. ظن فعل ماض من أفعال القلوب. أن حرف مشبه بالفعل، هو اسم أن. شفي فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب سد مسد مفعولي ظن. من مرض متعلقا بشفية، ومرض مضاف هي مضاف إليه. الواو حرف عطف. أخذ فعل وفاعل، هو مفعول به، للحراسة متعلقا بأخذ، كعادة متعلقا بأخذ، وعادة مضاف هي مضاف إليه. والله أعلم بالصواب.